السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مكرونة بالبشاميل، وطبعا كل واحد ليه طريقة في عمل المكرونة، بس انا هعملها بطريقتي ونشوف هتعجبكم ولا لا. المكونات عندنا النهاردة حوالي كيلو الا ربع لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين كده، مش مفرومة جامد يعني نخليها خشنة شوية. وعندنا شوية طماطم عشان لما نعصر اللحمة، بصلة برضو مش مفرومة جامد، وجبنة موتزاريلا ومكرونة قلم زي ما انتوا شايفين، وكيس البشاميل واللبن. طبعا في ناس بتعملها بمعلقتين دقيق كده، بس بصراحة جربت الطريقة دي فما عجبتنيش، فانا قلت هعملها بدي. انا بعملها بدي على طول، ان شاء الله هتعجبكم. انا دلوقتي جهزت حلة وحطيت فيها مية وحطيت عليها ملح وشوية زيت وحطيتها على البوتاجاز، طبعا دي اللي هنسلق فيها المكرونة، وطبعا حطيت الزيت عشان المكرونه ما تتعجنش. هنبدا نحط المكرونه اول ما الميه تغلي. ودلوقتي انا هنزل المكرونه زي ما انتم شايفين الميه بتغلي، طبعا كل واحد هيعمل المكرونه على قد الكميه اللي عنده، على قد حسب الافراد اللي عنده برضه. دلوقتي انا حطيت المكرونه في الميه وهسيبها بقى شويه على ما تستوي. طبعا المكرونه بتاع البشاميل طبعا ما بتستويش سوا كامل، يعني قبل ما تستوي بشويه نبدأ بقى نقلبها عشان ما تعجنش مع بعض، هتمسك في بعضيها. دلوقتي انا حطيت اللبن طبعا في الحلة زي ما انتوا كنتوا شايفين وغليته، طبعا ما ينفعش ننزل البشاميل على اللبن وهو سخن، لازم نحطه في مية الاول ونقلبه بعد كده ننزل زي المهلبية كده بالظبط. هبدأ انزل البشاميل، واقلب بقى بالمضرب لغاية ما الكيس البشاميل اللي انا بجيبه الجاهز بيتحط على كيلو لبن بالظبط. هنقلبه بقى لغاية ما يتقل. دلوقتي السمنة بدأت تسيح معانا اهي، والبشاميل بدأ يتقل والمكرونة بدأت قرب تستوي. هنزل على البشاميل بالجبنة الموتزاريلا، ممكن طبعا لو ما عندناش جبنة موتزاريلا ممكن نحط جبنة مثلثات او جبنة كاسات حسب ما عندك، يعني بتدي طعم وتدي شكل حلو المكرونة. هبدأ بقى دلوقتي انزل بالبصل، طبعا انا لو نعمت البصلة ما تحسش انها بتحمر معايا خالص، فتقعد تزهقني لغاية ما تحمر. طبعا احنا بنخليها ايه خشنة شوية، هنصفرها بس وبعد كده هننزل باللحمة. المكرونه مع بعض اهي قربت تستوي، وهبدا بقى اصفيها كده زي ما انتم شايفين البصله اصفرت معايا. انزل بقى باللحمه دلوقتي، هبدا اقلبها كده زي ما انتم شايفين اللحمه بدأ لونها يغير. نفضل برضو نقلبها، هنزل عليها بشويه الفلفل الاسود، طبعا المكرونه بالبشاميل ما بنحطلهاش توابل، هو فلفل اسود بس. نبدأ بقى نقلب تاني، دلوقتي بقى انا هنزل بالطماطم. هسيبها بقى تستوي شوية، احط عليها شوية الملح، كده بقى انا هغطيها شوية عمل ما تستوي واشوف البشاميل عمل ايه. شايفين البشاميل معايا تقيل اهو، الجبنة ساحت فيه. ابدا بقى اقفل عليه عشان يبرد ويبدا يتقل كمان سنه.
وتفضل اللحمه زي ما انتم شايفين قربت ان هي تتعصب اهي، طبعا لان اللحمه بتاخد سوى اكتر من سوى اي حاجه تاني حتى لو كانت مفرومه. انا ممكن اكون نزلت بعد الطماطم بشويه ميه صغيرين وسايباها تستوي براحتها. كده اللحمه خلاص اتعصبت، هبدا بقى انزل بيها على المكرونه. وده طبعا عندنا مكرونه انا لما صفيتها ما حطيتش عليها اي ميه عشان لما نبدا نيجي نقطعها تبقى الخرطه سليمه زي ما هي، ما تبقاش فكه من بعضيها. دلوقتي هنبدا نجهز الصينيه واحط شويه بشاميل في ارضيه الصينيه. دلوقتي هبدا انزل نص الكميه بتاع المكرونه. دلوقتي انا نزلت بنص كميه المكرونه طبعا عشان لسه هنحط النص التاني فوق اللحم. ودلوقتي انا هنزل اللحمه المعصجه على المكرونه. ابدا بقى افرش اللحمه على المكرونه زي ما انتم شايفين دخان طالع على الكاميرا كده. انا فرشت اللحمه المفرومه على وش المكرونه. دلوقتي بقى هنزل بشويه الباقيين من المكرونه. دلوقتي انا هنزل المكرونه الباقيه وهبدا افرشها عشان بعد كده نحط على وشها البشاميل. دلوقتي انا سويت المكرونه على وش الصينيه زي ما انتم شايفين، هبدا بقى انزل بالبشاميل. اكيد الجبنه طبعا الموتزاريلا هتديها طعم تاني. ودي شكل الصينيه قبل ما ادخلها الفرن على طول. طبعا البشاميل كل واحد حسب ما بيحب، في ناس بتحبه خفيف في ناس بتحبه تقيل، كل واحد حسب ما يحب. ودي المكرونه بعد ما طلعت من الفرن. وابقى اكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم. ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.